السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. خاري مارو مظهر أصور، يقولوا لي بلاك ما تظهر خاري في البلكون. مارو مظهر خاري لأنه عمال يشتغلون والشوارع جالبينهم فوق تحت، فصوت المعدات والمكاين فلذلك مارو أظهر أصور خاري، يعني أضطر أني أصور وأنا داخل البيت، لين على الأقل لين الله رأي إن شاء الله قريب بيخلص المشروع. الزين نضرب له ونشتاق، لو ما أنا في الزين مصروف حلو السجاية، مدمي الساق حلو الجدم، ما ياك منحوف. هذا من قصيد حياة موزة بن ثيم المهيري. الزين حد ما يبه الزين في الدنيا العودة، حد ما يبه الزين، حد يعيبه الشين، حد يعيبه اللي ما يتشاهد، كلن يبى الزين، لكن كلن يشوف الزين بمنظور روحه، كلن يشوف الزين من حيث رؤية روحه، كيف شو يوز له شو يعيبه هو الزين، واللي يشوفونه العرب زين هو يشوفه مبعد اللي يمكن ولا ما يوز له ولا ما يصلح له. فلذلك تلقط كل إنسان يتغنى بالشيء اللي عيبه، اللي يوز حد من العرب يعيبه الطويل، حد يعيبه القصير، حد يعيبه المتين، حد يعيبه المسلكة هاي اليابسة، والدنيا أدوار. حد من ريال ماخذين حريم زينهن ينضرب بالوصوف، يا شي منهم من ينشن يدوسن على طرف يديلتن، هي من الطول يديلة ومن العنق ومن الأصل والفصل، لكن تلقط عينه زايغة جدا شرق وغرب، جدا شرق وغرب زايغة، يودر الزين ويطالع شر. ترى لذلك الكل اللي يشوف الزين بمنظورة روحه، معلوم هاي زينها ينضرب بالوصوف، وانت ما اخذها ويا بالعيال وعاشت وياها الدهر كله وصبرت على زينه وشينه، ولك الاخلاف يطالع شرق وغرب، شنو دنات النفس، هاي النفس الدنيا يسمونها النفس الدنيا، غرب الله النفس. في غادي شرات العبري، تعرفون العبري شيء ياخذ خصوصي، الخصوصي الاول يوم نحب نسير دبي الاول ولا شارق ولا غرب، نحن ولا غيرنا كلها العرب، قال عبري ولا خصوصي، اذا عبري بيركب هو وحد وياه يمشي راعي السياره ويلقط الوادم، واللي بيصير ام القيوين ام القيوين ام القيوين ام القيوين ام تزرت السياره خمسه عبريه، أربعة عبرية ويا الدريول، لا يركبون خمسة الدريول وواحد على يمينه وثلاثة وراء، أو حتى اثنين على يمينه الأول سياير، هذا عبري. والخصوصي بوي ماخذ سيارة، بوي انجيج، ماخذ سيارة انجيج، أنا بوي ما أريد أنا أسير عبري، أريد أسير انجيج سيارة خاصة فيه، فيركب هو ويدي نول اللي وياه، ما يركب حد في السيارة اللي وياه في الموتر، ما حد، مثل ما قلت شيء انجيج وشيء عبري، انجيج يعني روحك ماخذ السياره، والعبري تراك انت حالك حالك حال اللي بيركبون، يعني ركبت انت واديت نولك، وحد منهم يدي نول اثنين حسب ما حد يسعد داله، ولا يدي نول ثلاثه حسب ما حد يركب عداله، وحد منهم ياخذ السياره مثل ما قلت لكم، انجيج ما حد فيها الا روحه. وان كنت عبري تراكب ويه وياك ثلاثة أربعة الموتر يمشي ويلقط، يمشي وياخذ اللي على الدرب الموتر الأول، أو أنه من الستيشن، من الستيشن الموتر ما يتحرك إلا شال خمس تنفار، أنت أبوي مستعيل أجي مثل خمس تنفار وسر روحك انجيج في السيارة. وإن كنت عبري ترى قلنا لكم شو سالفة العبري، فلذلك حد من الوادم غادي عبري، كل شيء يوزله، كل شيء يصلح عبري، كل ما شاف شيء يازله، ما يرتكز على شيء معين، قانونه ومذهبه وسلكه وسنده وبنده ما على بروتوكول معين. هل تشوفونها حل البروتوكولات والقوانين والأشياء اللي تشوفونها من اتكي، هذا كله بمستوى الدنيا يا غير، حين أضافوا له بروتوكول، لا بروتوكولك انت يا البنادم مخلوق بالفطرة من الله خلق، مثل ما قلنا لكم ما يصح الا الصحيح وما يوز الا الزين ولا يوز الا العدل، بمنظورك انت يا الانسان، منظورك روحك انت يا الانسان هو هذا الزين، وتقتنع فيه خلاص هاي كتبت الله لك،
لا تطالع حلال غيرك، لا تطالع اللي عند الناس، لا تقول هذا فلان عطوه، شهدتنا هذا عنده وليش هذا هالكثر عطوه، الله كاتب لك. انت كجا مرحبا، ما يخصك ما يخصك، يوم الله بيريد لك بتحصل، يوم الله ما بيريد والله لو تجري جري الوحوش والله ما تحصل. كان جاه ولا منصب ولا علم ولا خبر ولا عطية ولا شفاية ولا هدية ولا كلها العيال الحرمة البيت هذا كله رزق من الله سبحانه وتعالى، ولكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب، وعلى قدر النوايا تأتي العطايا، على قدر النوايا تأتي العطايا، والنوايا ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. صف النية واجتهد وخلها بوي عقلها وتوكل، الرزق عند الله. لكن اركض، تعدل، تزين، اكدح، كد، كل شيء بتحصله. ترى ما صلى المصلي وصام اللي يبغي في الجنة مقام، هذا اجتهاد. كانت بالجنة صل وصوم، شو بتسوي الجنة؟ بتحصلها برخ بلاش الجنة بتيك وانت بيلسة؟ لا لا، ما شيء بلاش. أبوي أمك وبوك ما ربوك لين تكبر وكد وتعبوا عليك وكدوا عليك هالسنين كلها إلا لجل أبوي تكبر وتكد عليهم، تكون أسرة. بعد كدوا عليك وانت صغير، كدوا عليك وانت عود. جامعات ما بتقبلك إلا إذا أنت مجتهد في الثانوية وياي أبوي معدل مرتفع. هي الجامعات وهي الجامعات. الوظيفة ما بتحصل وظيفة وانت ابوي ما عندك شهادة فنانة. ترحينه لو السنين الأولية الأول يدورون اللي عند الهل بالوظائف اللي يشغلون العرب، يعني الوزارات وما ادري وين وكل الأشياء هذه. الأول اللي عنده إعدادي، أوه هذا أبوي ما حد شراته. خلاف قالوا لا، شرط انه بيشتغل هالشغله لازم يكون عنده ثانويه، مخلص ثانويه، وعقب يا وقت ابوي الثانويه ما يحسبوا له حساب ولا لها قدر. قال ابوي لازم عنده جامعه، الحين حتى الجامعه والدكتوراه وما ادري شو والاشياء هذه كلها لازم التخصصات الفلانيه. هب تصير تدرس وتجلس بقزره سنينك تدرس شيء ما له تخصص ما له طلب، السوق ما يباه، ما شيء وظيفه حق اللي درسته انت. الاختصاص اللي تخصصت به انت ما له شغله حين، ما حد يبا. ليش؟ من الاساس طالع عقب سنتين ثلاث الناس شو تبى؟ سوق العمل شو يطلب؟ فلذلك لازم تجتهد من الحين وتبحث وتختار وتدرس. ليش؟ تشوف الدنيا شو مجبر عليه؟ الدنيا شو مجبر عليه؟ خلاص الأول أبوي الدباح واللي يصلاخ واللي يذبح وهذا هذا في كل فريج موجود. أي خلاص قالوا ممنوع حينه، ما شيء أبوي اللي بيذبح يذبح أبوي في المقصب. أسير أتعلم مهرة القصابة قصاصيب ما شيء حينه، الحكومة يقصبون أبوي بمصلخ الآلي ما أدري يسمونهن المقاصب. تدرس أنك تغدي قصاب حينه، خلاص صارت الطيور برزاقها القصاب حين ابوي ما له جيمه، القصاب فقير ما شيء ما له وظيفه حين ما له وظيفه شغله. يعني ودروا القصاصيب الاول القصاب يلكك في سنه سنتين غدا مليونير، لك عنده في خلال شهرين. شو السبب؟ يحوط على البيوت، كل بيت 15 و20 15 و20 15 و20 من يصبح لين يمسي. بطة good morning how are you سايرة تسقي الزراعة لخالي اللي في البلكونة. فأقولكم الأول قصاب، أوه هو اللي عنده بيزات، كل حد يوجفن بيزاته إلا القصاب. شو السبب؟ لأنه كل يوم يذبح عند زيد وعند عبيد البيت الفلاني البيت العلاني، يعني يحصل 20 على كل ذبيحة، على كل ما ذبح عند حد عطوه 20، عطوه عاد الحيمة عطوه شيء ولا شيات. سبحان الله، يعني هي والله كل شيء يقولك مختلف. يلا خلاص انا مش عاد بس عليكم. يقولوا لي انت ما بظهري تحط حسابات حد من اهل بالسوشيال ميديا. هي نعم ما بظهري احط حساب منه للعرب تستفيد منه، للناس يبين علي. ايه بطه ترى ما تسمع ما يشوز هذا معاه جبلي. اقولكم فنقموني
والله انت ما بظاهر تحط حسابات. اي نعم ما بظاهر يحط حسابات. اللي ما يوز اللي ما حط حساب احط. انا من كم من سنه في السوشيال ميديا ما حطيت حساب زيد ولا عبيد فلان ولا علان. احط حساب الشخص اللي الناس تستفيد منه، مثل هذا الرجال احمد فاروق اظني او محمد فاروق اللي توني حطيت رقمه من هالروس اللي بال. هذا الشخص عالم بخبايا كل مسندم روس ليبال مدحه قمضه اليادي اليزر كل مكان في هاي البلاد هو يعرف يبلها سهلها عادات تقاليد بلاد مملكه من كبرها، فالبلاد تستاهل من يعرف فيها اكثر. فانا عندي ناس وايدين ما شاء الله تبارك الرحمن بغيتهم يستفيدون من الشخص هذا بما يخص منطقه روس ليبال مسنده. هي نعم منطقة جميلة تسوى الدنيا كلها. نعم مكان جميل ومميز وفنان. فما هن علي ان ربعي اللي هذا كل حد يسألني خالد متى بسير وزير. حطيتكم ابوي ريال هذا وحطيت لكم حسابه، هذا ما يخلي شارد ولا واردة عن روس ليبال في عمان الطرف هذاك وين ولاية مسندم محافظة مسندم ما يدلها. يعرف الخيران والسمكان والبرور والبحور والليبال وكل حيوانها وبشرها وشيرها كل كبير وصغير يعرف. لذلك حطيت حساب الناس تستفيد. متعنين متصرفين حد من العرب متعني متصرف في كل شيء. شي خصكم فيه أنا حط اللي حطه وما حط اللي ما حط. أنا إنسان اللي عنده محتوى ومحتوى يوزلي هنا اللي يوزلي هنا حطيت محتوى، وإذا محتوى ما يوز لي أنا ما بيوز حق متابعيني. أنا أحط اللي يوز لي أنا واللي يوز لي أنا أحط. ما شاء الله على صلاح صباح الله خير. شوفوا أقول لكم عنها هذه شيرها شو ما زينها ما شاء الله عليها ما زينها. بعدها تمتزر لين عينها ورد فل فوق وهي تصير جميلة هالشيرة جيمة ورخيصة رخيصة بخمسين ربية ما ستين ربية في السوق سوق الميناء غير ما يحضرني اسمها حاليا موجودة مكودات ما أكثرها وحباية حبوا لين فوق شيرة قوية مثل ما قلت لكم تجاوي على الشمس والحر مرة ما عليها باس. شكلها جميل يعني شوف المنظر ما شاء الله شوف المنظر مساكن في شبد السماء فوق تقريبا أكثر عن 6 أمتار 8 أمتار كان الحين وصلت قراب الصباح. صباح الخير. شو تعرف؟ شو يعني؟ زين براك تجلس اليوم انا بجلس هناك عصر. بجلس على صغيروني انا برايني. انا بجلس على الكرسي الصغير صلاح. خليه يجلس بس. اجلس لا يتخرطف الوايرات الوايرات قبضه. ايييي هينو. انا شو خصني انت في يضرب انا. صباح الخير صلاح. How are you my brother؟ لا انجلش. لا انجلش. How are you my brother؟ الحمد لله. انجلش. How are you صلاح؟ لا انجلش. الحمد لله. ما علي. Good. Good. وبعد؟ بس. Fine. يلا. أقول لكم والله من الصبح صاخة صختم وحدة. ومن جيت أنا. ها شوفوا بالله عليكم يوم أقول لكم غياب كل شيء غياب. وين سرتوا؟ وين جيتوا؟ حلو انت بالاخر ما تحاكى؟ بترول انت بترول صلاح حبيبي الحين ما اخذنا هذا حق يطلعون هنا لا تحك كامل لا ها الحين هذا ماخذ هذا هالمتن حق طالع بس هاي الشاشه لا هذا ماخذ هالمتن حق يطلعونه بكبره ما يطلعون شوي من منه يلا ابي لا تسكر خلي تطل لا ما انا خبر اسود شوف مو اسود ما بسود اسمر خلي ولي حين سكر خلني ارمسك شو تريك في اليوم؟ صمون 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 وبعد بس صمون خالي الصمون ما في شيء؟ كوفي بس صمون خالي ما في شيء؟ لا ما عليه لكن ما شربت كوفي بس انزين
صمون لا في بيض لا في بينت بس امشي وكلت صمون لا لازم تشغل الذاكرة امس صمون امس قلت كلت خس لا و... لا لا خايف نسيت صح شو كلت اليوم نسيت عنب وفقدان ذاكرة قهوة قهوة بس ما تريق لا خبوز صمون بس زين صمون شو داخله بس عين ريت خالي خالي شو داخله صمون صمون داخل شو جبن لو بيض ولا شو داخل بيض شو بيض اليوم جبن دبل خيار سوا خاص خضره كله سوا كل شيء حاطين بس الحمد لله حليب اذا ما حليب كوفي ما شاف حليب كوفي بس بس كوفي او شو في شيء واحد لا تول تسوى ولا سوف يوم كوفي ويوم حليب تول ولا سوف تول شرت لي انا شربه كوفي انت كوفي زين ان شاء الله في العافيه لا تعيد السؤال صيغه السؤال عدل وشوي شوي لا 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 انت شو بلاك شو بلاك انا خليج الشاد هو بلا انت اليوم سويت رياضه بيت بيت اليوم سويت الامس امس اليوم شو من الايام يوم الاربعاء اليوم لازم في رياضه بكره الخميس بعد شيء يوم الخميس شيء لا روح 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 الخميس ما في يوم لا حبيبي الحين كل يوم تاكل ولا لا قدامك تاكل لازم رياضه ودر الاكل ما شيء رياضه يستوي تروم تودر الاكل ما تروم لك ما تروم اي لكن لازم ابوي قدامك تاكل لازم تسوي رياضه اليوم شو سويت كم شيتو كوش بلا كوشي تجلس على الكرسي برا هذه الرياضه هذه هذا زين زين ايوه تجلس على الرصيف يوم يتعب اي زين صلاح اليوم يابلنا الحكي ويابلنا الرمسه ويابلي الكلام وحدته هاد علي من هالكويت وليش تنشش صلاح من كرسيك وتخليه يروح على الكرسي هذا ليش ما تاخذ الكرسي روحه شو السبب قلنا ابوي الكراسي وايدات لكن صلاح عشان ينش ويجلس براحه ما يتكود لازم كرسي مثل هالكراسي الطعام الكراسي هالزاويه قائمه انا لهنمونه لازم الكرسي هنمونه عسب يروم ينش ويجلس يكون مرتاح في اليسه والنشه لان الكرسي هذا الكرسي اللي انا جالس عليه هذا الادمي من يجلس فيه انطمس انطمس وليله تنش تكربع تبك بروك صلاح فقير ما عنثره ولا ما يغلى عليك كرسي يا صلاح ما يغلى عليك كرسي الخير خيرك والشر لغيرك يا ابو احمد الله كريم احنا ما قلنا غير ان الله كريم مقواك مقواك طرشت الحين يجيب الهوكي توكي بس على اساس يعني تقتنعين انه ما يروم على الكرسي القصير يلا صلاح لا لا من غير ما تكبر هذا اي نش ها ها شفت وهذا الكرسي لحظة واحدة يرومينش قم الحين واجف وقف شوية وقف شوية هذا السبب ولا ما يغلى عليه الكرسي ولا غير كرسي خلاص من هاي لاك أكبر أصغر كل شيء الحمد لله الحمد لله الخير وايد ما عليه قاصر شو هاي واحد من هالكويت حبيبي تقول لي تفاتن علي ليش تواجع صلاح وليش تخلي صلاح ينش عن كرسيك فهمنا هالسبب زعلان انت مو زعلان بابا خير الحمد لله ما اعرف اسمها يا صاح من الكويت والله ما اعرف لا بهمديه ابو شباب زين ما قالت لك تسير بيت بدري يسر ابوي اقولكم هذا رجال ضيف ابويا يجينا لازم تخبر اول بعد انت منو محمد بحليقه مرحبا ابو جاسم محمد جاي ابوي مسير علي وعلى صلاح وياي بحق صلاح هديه وحالف روحه لي لبس الهديه يلا يلا قم عاد واجب صلاح وقف اوقف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله معرس صلاح معرس هي عيشو انا ما بمينون هذا ابوي جايبين لك بشت بشت بعد شو صلاح يا سلام يا سلام هذا خصوصي حق صلاح مبروك 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 ها من كل مال ومن هالعيال باركين عرس الاثنين ليلة ربيع ها صلاح تد العادة ما شاء الله ما شاء الله عليك يا صلاح
زي صلاح قلت له عادي شكرا ما عرفتني ما يتكلم عربي يتكلم صح قلت له شكرا لا لا حبي بنخبنا استاذ جلال جلال بحليقة اقول لك الاول في سوق ابو ظبي الاولي حد يخبن يخبنون لبشوت منو اللي يخبن شيء اثنين احيدهم انا عدال الممشى صحيح عدال حفيز ابو حليقة وعد بين حفيز العيناوي كان السيد احمد الموسوي هي ومحسن محسن رمضان حساء من الحساء هذا محسن من هالحساء اي نعم والموسوي من اهل ابو ظبي هي اثنين من هالمدينة اثنين تم يخبنون لبشوت ايه نعم. انا روحي لحقت عليهم جني اشوف باجين لو توفوا محسن موجود السيد توفى الله يرحمه الله يغفر له ان شاء الله مبروك يا صلاح مبروك مبروك يا بيو يا يا منو حياها الله انزلي بقلك جاهز مبروك يا صلاح مبروك صلاح الحين عرفت وين من انت الاسود لو الابيض هذا من وبر وبر خالص نخب اول رقم واحد ومن النوادري من وبر الجمال من وبر الجمال من النوادر ان حد يسوي ومخدوم ابوي خصيصا لي وهذا ابوي حق صلاح انت وين تبى انت شو تبى وين من انا ابو تبى مالي الله اكبر عليك يلا عليك بالعافيه ملبوس العافيه براي انا باخذ هذا شكرا يا صلاح صلاح دقيقه واحده بيك زين بي روح قال لي اقول لكم هذه لها الاسم باللغه العربيه الفصحى البلاب الشيره اسمها البلاب واسمها باللغه باللهجه المحليه بين الامارات ودول مجلس التعاون يسمونها ست الحسن باللهجه المحليه الخليجيه يعني يسمونها ست الحسن وبالعربي الفصحى يسمونها البلاب موجود ابوي في السوق على 60 ربيه ما ادري 50 ربيه وقوي وجاوي لا تقولوا ما حد قال لكم ضيافه تبنوها ضيافه صلاح ابو محمد ايوه صلاح كثروا معجبينك امين كثروا معجبينك يا صلاح امين ها امين تعرف هذا الرجال منو ما اعرف هاي الدرعي عارف الدوي عارف الدروع لهم وشره روحهم الله قيم انا جاي من القوع زايرك جاي انك من القوع لين هني ايش رايك بعيد زهي تستاهل من عيني لك يا ابو احمد احب السيرة اي خلص ان شاء الله حبيبي ان شاء الله شو بلاكم ليش هذا ما اسمك انا اقول بس اخو ما في الله كذا 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 صلاح صلاح باكر بي ابراهيم توفيق يلا فلوس هذه اعطني فلوس يلا تك تك يلا صلاح سكر عنا جامع صلاح صلاح باكر بي ابراهيم توفيق الصبح الساعه 9:30 تكونوا انتم موجودين زين احنا لا نحب نسيب باكر اللي في جيره ما بتسلم علي بس اللي في جيره باكر زين ويزعق خلاص لا انا ابو بيت بتحياتي انا هناك لا 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 بدي بس انزين ماشي مشكله زين لا حد ابوي يسير بعيد مره خلكم عدالي خلكم ابوي في القرب جاي منتج غير نمونه جاي منتج غير نمونه بيعيب العراب كلها وهذا وقته هذا عاد عينه بعد شوي دقيقه بنرويكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طالت عماركم هذا اليوم مشروعنا وهذا اعلاننا هذا اعلاننا وحده انتي ثلاث اربع خمس ست مازن ربيعي كيف حالك؟ الله يسلمك يا ابو محمد مشروعك عباره عن كم مقاس؟ طال عمرك هذه اربع مقاسات هي نعم نعم عباره عن شو؟ هذه طال عمرك دراجات كهربائيه صديقه للبيع هي للمزارع للعزب للبيوت ايضا هي هي ومثل ما ذكرت لك محمد هذه تستخدم في عدة أماكن ناس تستخدمها على البحار يقرصون هالطراريد في الشاليهات في المزارع أيضا عبر البيوت الكبيرة مثلا لأن هاي ما شاء الله تقدر تشيل جبل بغض النظر عن الكريل هاي الجوانب المفتوحة الكريل هذا ينزل بعد نعم ينزل الجوانب هذه تنزل مع الخلفية شو على كهرب على ديزل على طال عمرك نعم صديقة البيئة ما تحتاج أي شيء نهائيا بدون زيوت بدون شيء فقط كهرباء البيت العادية هي نفس شارج التليفون عادي الشارج العادي مرة تليفون عادي انزين مدة الشارج 4 ساعات
زين تشحن فل عندك خلاص. وكم تكمل؟ تكمل على سبيل المثال انت على شغل البيت وكذا، الشغل خفيف يسدك لين اسبوع عادي. والله لين اسبوع. نعم تشريكه وحده. اي لو في اليوم تمشي 10 كيلو وانت تمشي عليها مستحيل 10 كيلو في اليوم يعني. مستحيل اكيد. في المزرعه وفي البيت. ترى هذه الدياتش بيخلينا نحن نرمس من هالصجيع. مازن حياتي ما سمعت هذا اسمه مازن عندنا. مازن شز ابوك ويدك منو؟ سعيد وسلطان. سعيد وسلطان الابو سعيد واليد سلطان ربيعي وخلافي الحق محمد هناك بعد. شوف انت كيف كيف مازن هذا له قصه لكن عاد خلاف يعني اي خاصة ما تنقال. لا لا يمكن هل مدرس الاول يدرسك في البيت ابوك والله شال على المدرس زين كان المدرس بعد ما شاء الله. الوان شو من الالوان عندكم؟ الوان متوفر منها مثلا عنابي اول وحده أه. في لون عنابي وفي لون تركوازي هذا أه. وفي لون اللي هو الرصاصي ثلاث الوان ثلاث الوان والمقاسات المقاسات عباره عن شو تختلف حتى في اسعارها نحن ما خسرنا في الاسعار الحين نبى المقاسات. المقاسات الله يسلمك على سبيل المثال هذه متر ونص الطول البدي بس هي. متر ونص والعرض متر وعشرة زين هذه اول وحده. لو تلاحظ ابو محمد صافين هنا الحين اختلفن شوف هاي اصغر وتيك الاكبر وخلافها اكبر بعد شوف تفصيل كيف والاسعار كيف؟ انا عمرك بالنسبه للاسعار ابو محمد عدلي يعني هاي بالنسبه للصغيره هذه طبعا الصغيره هذه حق البيت حق العيال هذه جدا عمليه ممتازه انزين يعني يركبون مثل ما تلاحظ هاي مع التوصيل ب 3000 انزين هاي تي هاي الكبيره الله يسلمك يعني اللي بك اب هذه تعتبر اصغر وحده حاليا هاي ب 4000 انزين وبعدين هاي ب 4.5 مثل ما تلاحظ ابو محمد احجام تروح احجام وهاي الطول والعرض هذه بخمسة مثل مثل الألوان الشورتات السباحة إيه بالضبط نعم نعم بعد خلي الناس يحبون الشيء يعني بعد الحين هذه أكبر وحدة بنسوي عليها عرض هي لأجل وصلتنا عندك جزاك الله خير هذه بتكون الحين ب 4.5 للعلم لفترة معينة لفترة معينة وهي كمية قليلة منها أمانة يعني هاي أكبر حجم هني هاي هذه أكبر وحدة نعم هاي على خمسة قبل 5.5 خمسة الحين على 4.5 مع التوصيل من السبع للفجيرة شوف أنت نعم ما هي أي مشكلة ما أقول وعليها ضمان للعلم ثلاثة شهور ضمانهم كم قلت لي؟ بالنسبة للضمان ثلاثة شهور هي طبعا هذه بطارية شحن عادية وجدا عمليه هيفي ديوتي زين وهذا وسبير بارت وقطع القيار من البرغي يتحمل جميع المسؤوليه التامه الان عندك وانت تعتبر منصه ما شاء الله يا ابو محمد عناميه مره تحمل مسؤوليه من البرغي للمكينه كل شيء متوفر زين هذا هي ترتفع هاي الكريان هذا عمرك العام يرتفع قلاب بعد نعم يرتفع عادي شوف خفيف سهل لان في جيكات مساعده تشوف في جيك مثل بنيه السياره يساعده خفيف شوف انت اي نعم تكون خفيف يعني وبعدين هاي دبل جامبين طيب من ورا دبل يعني تشيل الوزن هاي لين 600 ما عندك مشكله 600 كيلو والله نعم نعم وهاي شو اللي هني هالمتن؟ هاي بطاريته هالمتن بطاريته الله يسلمك ما شاء الله نعم. ما شاء الله عمليات ما شاء الله ومؤمنات ثلاث شهور مره متحمل مسؤوليه مع السلامه مع السلامه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سواقنا ورد ورد شاء الله يوصلنا ورد سواقنا ورد ورد شاء الله يوصلنا ورد هاي من أغاني هالبحرين الأول يا سلام يا سلام حبيبي بسم الله عليكم السلام هذه هي حق يعني أطفال مثل ما لاحظت وكذا مثلا يقعدون هني أطفال في الحوي يعني ولا في العزبة ولا في المزرعة ولا الحارة أيضا يعني هي هي على الرصيف لأن حجمها ممتازة تمشي على الرصيف بعدين هاي فيها ميزة بعد اللي هي مثلا حتى لو شغالة تقدر تصير الدكان شوف انت استوت بك دواي حناية تعالي طالعي ها يو كان بوت قال شيء اه فدوكان دي سنة ايوه ايوه شلون يفرشي ديفري تايم هاي كلهن كريال هي هاي كره يرتفع الكريال نعم كيف؟ يرتفع ويتبطل من جنب والله شوف انت وهذاك بعد يتبطل؟ كلهن كلهن والله مرة تروم تشيل من خلال الحين بالعرض هاي حق الصروم بين النخيل والله شيء وايد زين حق الغزول حق اشياء وايد حتى ذباح للي بيشيل من يعني وايد زينات انا اشوفه وعمليات ومضمونات هذا المشروع
انت وكيله؟ نعم. شو شركه؟ شركه ترافيك. هي. نحن محل رسمي مرخص، مش يعني حتى مش تاجر بضبي، لا محل رخصه رسميه، محل موجود الحمد لله في مدينه العين، واللي ياخذ مره ضمان الحمد لله وابد ياخذ حقه ضمان. يعلك تسلم. 3 شهور ضمانها شيء. حسام باشا كيف حالك؟ الحمد لله تمام. شيء تم حينه من الدهن؟ خلص كله خلص. يعني في باقي اوردرات ما تسلمن؟ معايا حوالي 150 اوردر لسه ما تسلموه. يعني الحين عندنا ولا ما شيء عندنا؟ في عندك ستور في شيء دهن؟ لا ستوك، لا كمان ستوك. كمان يومين ثلاث. زين ابوي، معناه الحين دهنه ما شيء، وقفت الدهن، الاذوابه وقفت. فلذلك ابوي صبروا علينا اللي قدموا الطلبات واللي طلبوا، بتعذركم ويسامحونا، خل نفذت الكمية إن شاء الله في خلال إذا الله جعلنا الحيين اليومين هاي الأيات بندوب بالمريال الثاني، ومن يبرد بنزل يوم الأحد ولا يوم الاثنين. فكل حد يطرش أوردر تريوا، سامحونا من القصور، وإن شاء الله إذا الله جعلنا الحيين أسبوع الجاي بتيك توصلكم طلباتكم، الطلبات بتوصل في خلال أسبوع الجاي إن شاء الله. الظروف سر. عليك السلام. عليكم السلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. أقولكم فالعذر والسموحة من اللي طلبوا الأوردرات لأن وقف المريال، لكن إن شاء الله أسبوع الجاي فالكم طيب. اللي قيدوا أوردرات أوردراتهم موجودة، بيتواصلون وياهم أسبوع الجاي بيوصلوهم الطلبات. اللي ياهم ترى البارح وأولت البارحة واللي اليوم هذا بيوصل، لكن اللي زاد عن الكمية اللي عندنا فمروا ونسوي تغطية، مروا ونغطيها، فالعذر والسموحة، لكن إن شاء الله أسبوع الجاي فاكم طيب. واليوم عندنا الله يحفظكم من الإعلان لطبخ سوري، طبخ سوري من أروع ما يكون، أوزي وحرى أصباعه وكبة وأشياء، فأكل لذيذ وطيب، وإن شاء الله بيعيبكم وبتطلبون منه وبتعرفون يعني ما يوزلي إلا الشيء الزين. فلذلك يكون أنا متأكد من مصدر اللحوم اللي يطبخون، النظافة والطعام، وفوق هذا وهذا إنه ناس يستحقون الدعم. جربت الأكل، الأكل طبخ سوري، طبخ حريم، طبخ حريم، ومتيامعات أبوي ما شاء الله يطبخن تحت إدارة إماراتية، سيدة إماراتية هي راعية المشروع، والطبخ والأكل أكل سوري 100%. بعد مدري بتيب ناس ما أدري وين، عقب ما أدري وين بتيب، لما بتيب بتسوي طاقم مال الشرق الأوسط كامل، هي روحها هاي المباطنة. فلذلك الحين اليوم مطرش أنا ويربنا قبل 3 شهور، قبل شهرين، قبل 4، دوم نطلب من البيت يطلبون الأكل اللي عندها مميز، هو عبارة عن وزي هذا فتحي عادة بنرويكم، هذه اللي هي كبه سمايو كوسة باللبن، وهذا محروق صبعه حراء أصباعه، وهذا الأوزي هذا عاد مميز فوق عن المميز، ورق العنب اللي عندها يغني ليل، وهذه الكبه شيء كبه مقلية وكبه مشوية وكبه وكبه وعندها مين طويل عريض. الحين بخبر يعني الحمد لله الخير فضيل، وعندنا العمالة المساعدة تطبخ من كل قطرين أقنية الطبخ، ما شيء مش كده، لكن لا يخلو منزلنا من طلب
يخط في شهر ما نطلب من عندهم، ما يخط في شهر أو شهر ونص ما نطلب مرة ولا مرتين أو أكثر عن مرة. هذا العيش الأبيض وهذا اللي قلنا لكم عنه، الرز باللبن، هذا هو يسموه كوسة باللبن. كلها لحم مفروم، كلها لحم مفروم وصنوبر وكل من نوع الجيد، ما بدنا شيء العادي. هاي انا عيب قاعد هاي يوم اطلبها بالطريقه الصح البيتوتيه السوريه. اللحم من اروع ما يكون، من اجود انواع اللحم. انا عارف من وين ياخذون ومن وين يودمون بيوتهم. والله يبقى من فوق عن الزين زين، فوق عن الزين زين، ما يحتاج تدور ولا يحتاج تفكر. برد الحين براويكم كل هذا هاي الاشياء، ما يمكن اقل من دقيقه بس هذا. يوم تسمعوا بالاوزي والاوزي والاوزي، هذا هو الاوزي. هذا الاوزي اللي يخدمونه بالعرب هاي. يعني شيء عجب، ان لقيتوه ما بعجب لكم اللي تبونه. عجب. الخدمة السورية البيتوتية، يعني العيش من أحسن الأنواع واللحوم من أجودها والمكسرات من أطيبها والخدمة نظيفة ورقم واحد. بسم الله هذا تبع بعد على فكرة جيبها. هذا روح يا خيار فوق عن الزيت منو بيضة؟ والله ما حد يضع، مستحيل. كانت اليوم الاعيب هنمونة يا عرارتي. جيبوا صحن ثاني. شيء طبخة عندهم يسمونه حراء بإصبعه، وهذا تشوفونه فوق كل زينة. عبارة عن عدس وباستا وما أدري شو، وهذا كله وهذا طريقة أكله. العدس والماش ما ادري شو ذول ياكلها فيه. شو طالبين بدال الودي هلف احب اطعمها لقدامكم لاجل اقنعكم بس. وطقم مطبوخ اصبع اللي هو التمر الهندي، ولذلك عاطلنا طعم جديد فوق عن الزين، عاطلنا اللون هذا اللون الكراميل. ورق العنب عاد هذا حدث ولا حرج، ما بتطعمون شراته بالدنيا العوده. لا بتلقطون ورق العنب داخله شيء يغير، وبتلقوا عندها منيوها ما شاء الله عليهم، المنيو اللي عندهم منيوهم وايد غني. ورق العنب اللي تشوفونه هذا غير عن اي ورق عنب تجي طعمتوه، يربو وما يازلكم انا المسؤول. ويوم ما تسال عن الكلب المقليه، لا سمعتوا يوم يقول طبخنا وما طبخنا يا خسارة ما طبخنا، هذا هو يطرون هذا بويه. ما بتلقطون من داخل شيء محمم صنة ولا شيء ما يوزلكم ولا الدهن ريج شبعانة، لا شيء من اللي مغرق دهن هذا لذيذ. وتبدأ تدونها هشة من خارج تقرمس وخشنة ومن داخل بوي لذن. بحط لكم حسابهم وصدقوني ما بتلقطون مكان الدنيا العودة هاي كلها يطبخ شرات الأكل البيتوتي، أكل البيوت ماشي شراته، بالأخص إذا أنه شيء مميز وشيء مجرب وتعرف من وين مصدر اللحوم ومصدر الخضرة ومصدر كل شيء. بزيد عمل بعد واحدة هذا اليوم بداية حراء صباعه المقاهرب الله تمقوا أي والله لذيذ سجب نبي بحب والله بحب يضع. ترى المنيو اللي عندهم ابوي غني وايد اشياء لا تعد ولا تحصى. يا غير اللي بيطلب يطلب قبلها بيوم، حق بكره تطلبون يوم، حق ورا بكره بكره تطلبون، حق اللي عقبه هنمونه، لازم قبل الموعد ب 24 ساعه. ليش؟ لان اكلها كله طازه اليوم بيومه، ما يخزنون شيء، ما يمزرون الفريزرات يسخنون يكنزون بطونكم، لا حار بحار، اللي اليوم تطلبه بكره
يوصلك. هذه ميزة حكم. يا أقول كم يوم احترقت ما رقت لينا الحين، لينا الحين ما رقت، لكن الحين إن شاء الله شو تصليت العصر بواج على حفيظ وبطلع شوية سيسوي حيدة حمس الابزار. نحن طالت عمارك الابزار أول شيء من ناخذه نسافناه، عقب النساف ها بند هاي المكينة، بند المكينة من عقب النساف يغسل، وعقب ما يغسل يرد وينهب، من يصير ويحف ردينا وحمسناه عقب ودينا المطاحن. شوف خلاص هذا زاحل، هذا حين السنوت. روح 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 يا حبيب روح، ما شاء الله عليك عميت عينك يا حسود، صلي على النبي ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه يلا يلا على ما تشوف حمر قادي وريح تفوت تخشل وتحط. يلا على ما تشوف هذا ترى صفر صفر من الصفر الأولي، يمكن بقول لكم حوالي 25-27 سنة هذا عمره، وكل سامان أبوي من نوع جيد ممتاز رقم واحد. أول شيء يحمس عقب ينسف، يحمس وينسف، يحمس وينسف، يحمس يحمس وينسف، يحمس وينسف على ما تشوفون. وهي لبس من يبرد أبوي ودوه المطاحن وطحنوه وتجسوه والدنيا مفرشة على ما تشوفون. ما شاء الله ريحة يا أبوكم اليليلان، ريحة اللي نحن نحط أبوي نسبة 70% يليلان و30% سنوت. هاي نحن بزارنا البزار اللي حق الدهنة، ناهيك عن البزار الطبيعي مالنا هاك اللي نحط اليشن فيه السنوت واليليلان وعرج الهيل والفلفل الحمر والفلفل الحار، 30-40 نمونة على هالمنوال رب العالمين طارح البركة في ترتيبنا كله. وهذا حين أبوي بيتركب بيصير سيارة، حينه بيركب السيارة بيصير بيكنزون لين عينه، بيبونه الليل وبيازم أبوي على الضاو لين نص الليل، وخلاف عاده بالباكر بنحد وياته الصبح إن شاء الله. بنرويكم باكر قبل ما نصير لفجيره، بنرويكم مش قايل جبر ينبخ نبيخ. Thank you very much. هريس متى بيوصل؟ زين زين هريس وصل من بلاده، هريس الحين في العزل، كمل طالت عماركم ما يقارب 14 يوم، بكرة 14 يوم إن شاء الله من أي حياة. كل هاللي تشوفون أبوي حلوة، كل هالدنيا كلها حلوة. ها وين يا أبوي؟ من عمان. من عمان، من عنده من هو؟ من عند أستاذ عايد. أستاذ عايد؟ أستاذ عايض مطرش هالحلوة كله؟ نعم. شكراً يا أستاذ عايض، قرب الله تعدوك يا عايض، ما يبوده أبوي لا حضر ولا عدم تجوال، ما شاء الله عليك يا عايض. ها طرش الدنيا ودي. هذا حقي أنا كرتون واحد هذا، ها مطرش، والباقي أبوي كله حق منو أنا ما أدريبه والله. قرب الله تعدوك يا عايض، ما أقول عنك شيء، ما أقول عنك شيء والله يا أبوكم، إن الجو يسود الدنيا وما حاش حوش. براد 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 براد. الأنتر كونتيننتال اللي في العقة، هي أنتر كونتيننتال عقة الفجيرة، العقة اللي في الفجيرة إن شاء الله إذا الله راد. هو وبنبات بكرة في الفجيرة، وأنا بكرة إن شاء الله بيكون غدانا في الوريعة، معزومين في الوريعة بين الوديان والمياهة وليبال إن شاء الله. بكون أنا وإبراهيم ومدير أعمالي اللي هو مهندس منها إذا الله راد، فإن شاء الله بنرويكم مكان قليل من الناس اللي عارفه أو يعرفون أهالي المنطقة روحهم، لكن مشكل حد يصير له. أنا مثلا الوريعة عرفت من يوم أنا ياهلي، غير ما قد جيت لأني ما سنحت لي الفرصة أن حد يوديني يعني، أو أني أسير ألقط فرصة أن حد يوديني ويعرفني بالمنطقة. عرفها وخطف معاليها شرقها وغربها، لكن ما قد جيت. والوريعة موجودة منذ الخليقة، مستوت الدنيا إن شاء الله. إذا بكرة الله جعل لنا في العمر بده
انه بيكون التصوير من ورا بكره يوم الجمعه، قصدي بيكون غدانا في الوريعه، بنصور لكم الاماكن الجميله اللي في الامارات، اماراتنا الحبيبه فيها العديد من الاماكن السياحيه الكثيره اللي لا تعد ولا تحصى، مثل السياحه في بلادي. هاي نحب نرويكم سياحه في بلادي ان شاء الله يوم الجمعه، من اجمل المناطق، اماكن في منتهى الروعه. سايرين نحن الوريعه، سيرتنا مدعوين دعوه، اذا الله اكبر بعضا قاموا الصلاة بس خلاص، فبتكون سيرتنا بدعوة يعني، ونحق لبينا الدعوة بنسير بنتغدى هناك وبنقيل وبنرد خلاف الفجيرة، بنقيل بنعين من الأخير، وإن شاء الله مسانا بيكون في دبي مول، وهذا المساء، مساء يوم الجمعة، مساء يوم الجمعة، لأن سيرتنا نحن الفجيرة لجل شغل، لجل شغل، شيء مميز بيكون، الشيء المميز بيني بنجتمع نحن ثلاث أشخاص لأداء مهمة معينة، تغطية معينة مميزة يعني، مميزة للغاية. التغطية هذه بتكون تغطية مشتركة بين ثلاث أفراد، الأولى اللي هي على رأس الهرم بنتنا العزيزة حصة الفلاسي المذيعة المتألقة دائما وأبدا، وبنتنا العزيزة الثانية المزون الحميري، وأنا ثالثهم، ترى الجدر ما يركب إلا على ثلاث، جرنين وداس وشهد يا حالول، تقولون ما حد قالكم. يلا ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين انه اللقاء خلاف، احب نسير ترى الجيم اليوم بنصور بعد هناك، وباكر بنصور الصبح، ورا ما بنقطع عنكم، ما بنقطع، ما شوفوا ما بيعودني على التصوير الا كان راقد، يمكن الا كان راقد، ولا شو بيعودني على التصوير الا الرقاد، هو اللي يعودني على التصوير، ولا وياكم صبح لينا، من اصبح لينا بس انا ما صدقت على الله اني اروح ريحتكم واشوفكم حشي ابوكم. يلا الله لا عدها من ايام. كل هالعالم رياضه، كل هالعالم نشاط، كل هالعالم ابوي مهتم بصحته، واللي بيتم ابوي في البيت بيجي الارباخ وبيجيه الضغط، ويربع يكسر يشتغل يطبخ يحط يشل، ما بيجلس، أرباخ خريج، أرباخ صراط ويلسة، صراط ويلسة، صراط ويلسة، هيلا بيس، ما بزين، ما بزين عليكم يعني، ما حد أبوي يهون عليه عمره، هالشي أبوكم. سيب بنويكم واحد ما شاء الله عليه، تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليك. أقولكم اليوم قايل في خاطري أني بعد عليكم خروفة، وأشوفني متعايز جاي من نادي وتعبان، وطع الساعة كم حين، والله أن الساعة 11 والليل الحين بعد ما صليت العشاء، بحط سيادتي أبوي بصلي بعين الله خير، وبتسنى لي ركعتين أبوي، وبحط راسي برقد، ما في أبوكم، عيست عيزان عيزان، وظاهر أبوي شب من عيوني وكثر التعب، تعبان والله يا ابوكم، التعب ليه في الدنيا كله فيه، وما برايد، ولا كان في خاطري اني اليوم اعد عليكم خروفه من الخراريف في الفنانه، يا غير ما برايد، مالي بار، ما بدنا مالي بارد، عيزان، ما في قوه مره حيلي من هج قادي، غير نمونه، شفتوا لي من هج مره كني كاد الملح، هي والله عيزان، العياز ليه في الدنيا كلها فيه، هي والله. إن شاء الله بكرة بنربسهم حين سايرين الفجيرة.